السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة بصفحة ديليس. كنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى هذا الفيديو يلقاكم انتم في أتم الصحة والعافية. اليوم غادي نقترح عليكم كراميل تماما بحال الجاهز، كيجي القوام ديالو بحالو، المذاق ديالو كيجي بحالو او لا ألد. الطريقه ديال التحضير ديالو سهله جدا، والمكونات ديالو كذلك بسيطه، ناجح 100% من اول تجربه. كيبقى لمده طويله، غادي تحتاجوه في عده وصفات، خصوصا في هذا الصيف كيتحتاج في لي غلاص، كيتحتاج في لاموس الكراميل، كتقدروا تلصقوا به الصابلي. سبق وحطيت لكم عده انواع من الكراميل، كلهم ناجحين، وصفات ديالهم مختلفه على هذه الوصفه هذه، حتى هما تقدروا ترجعوا الفيديوهات ديالهم الا بغيتوا تشوفوا هكا الوصفه اللي غادي ترتاحوا فيها واللي تقدروا تطبقوها. كل المواصفات اللي في المتناول، غير نتوما اختاروا اللي تعجبكم. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا الطريقه ديال التحضير ديال هذا الكراميل هذا والمكونات اللي غادي نحتاج فيه. ما تخلوش عليا بلايك الفيديو وتعليق محفز، ما تنساوش ديروا اشتراك وتفعلوا الجرس الا كنتوا اول مره كتابعوا القناه ديالي. غادي نبدا على بركه الله، فرجه ممتعه. بسم الله على بركة الله. غادي ندوز مباشرة لطريقة التحضير، وفي نفس الوقت غادي نقول لكم المكونات اللي مضبوطة 100%. غادي نحتاج كاس ديال سنيدة، يعني سكر حبيبات، غادي نديرو في كاسرونة، غادي نشعل عليها نار مهيلة، وغادي نبدا مرة كنهز الكاسرونة باش تدوب لي، وباش نساعدها انها تدوب بسرعة غادي نزيد معها واحد المعلقة كبيرة ديال الماء، الماء غير عادي ديال الصنبور، كنزيدو هكدا مع السنيدة، وهو اللي غادي يساعد السنيدة انها تدوب بسهولة. ومرة غادي نبدا كنهز هكذا الكاسرونه. من الاحسن ملي تبغيو ديروا هاد الكراميل ديروه في شي مقله اللي تكون واسعه، باش هكذا كدوب لكم كلها بسهوله في مره واحده، ما كتبقاش كدوب جهه وتبقى جهه، كتعطل واحد شويه، وردوا البال عليها باش ما تحرقش، وكتعطي واحد شويه ديال المروره في الكراميل، ما كيجيش المذاق ديالو مزيان. صافي، بعد ما بدات كتبان لي انها بدات كتدوب من الاسفل ديال الكاسرونه، غادي نبدا كنحركها هكا غير شويه بشويه، وغادي نخليها حتى غادي تدوب تماما. ما غاديش نقطع معكم الفيديو، غادي نخليه من الاول حتى الاخير، غير كنحاول نزربو واحد شويه باش ما يكونش طويل بزاف. بغيت نوري المراحل ديال التذوب ديال السكر، لان بزاف ديال الناس كيتشكاو، كيقول لك بانهم في المرحله هذه كتحرق لهم سنيده وما كيصدق لهمش الكراميل. فهذه هي الطريقه الصحيحه باش تذوبوها كسنيده، كتبقاو كتحركوها مره حتى كتذوب كامله، وتحاول ما امكن انكم تردوا البال هكا لهذا الجوانب باش ما تحرق لكمش. من الاحسن استعملوا واحد المقله كيف ما قلت اللي كتكون واسعه، المقله كتخلي سنيده تدوب كلها في مره واحده، ما كتبقاش كدوب جهه وتبقى جهه كتحجر. هانتوما كيف ما كتلاحظوا راه بدات كدوب سنيده، كنحاول نساعدها غير هكذا بالتحرك مره. وبالفعل هذه هي اهم مرحله في التحضير ديال الكراميل، اللي نجحت لكم هذه المرحله هذه، فعرفوا بان الكراميل ديالكم ناجح. كنبقاو هكا كندوبوه باش كيبقى اللون ديالو فاتح، ما يجيش غالق بزاف، وباش ما يتحرق لناش ويتغير المذاق ديالو. كنبقاو مقابلينها بحال هذا الشكل هذا، كنبقاو مراقبينه حتى كتذوب سنيده كامله. ومن الاحسن تستعملوا شي معلقه اللي تكون خشبيه ولا بحال هكذا ديال السيليكون، ما كيلصقش فيها السكر من بعد.
بعد ما كيوصل السكر لهذه المرحله هذه يعني كيذوب وما كيذوبش كامل، الا بان لكم بانه بدا كيتحمر بزاف طفيو النار وكملوا التذواب ديالو غير في الحراره ديال الكاسرونه، لان الكاسرونه كيف ما كتعرفوا كتبقى شاده هكا السخونيه اولا المقله ولا فاش ما كنتو دايرينها كيذوب، باش ما يتحرق لكمش وباش ما يوليش اللون ديالو غامق بزاف ما كيجيش مزيان، حتى المذاق ديالو كيتبدل. فهنا انا راني طفيت النار وكنكمل التذواب ديالو غير بالحراره ديال الكاسرونه. صافي دابا راه داب كامل في مره واحده، ما بقاوش فيه الحبيبات نهائيا. وفي هذه المرحله غادي نزيد معلقه كبيره ديال الزبده اللي تكون بدرجه حراره المطبخ باش كتذوب بسهوله وما تحجرناش مره اخرى الكراميل، اولا تقريبا واحد 50 غرام ديال الزبده كنزيدها على الكراميل وكنخلطها بسرعه. وفي هذه المرحله ردوا البال باش ما يطيرش عليكم الكراميل ويحرقكم، لان الحرقه ديالو صعيبه بزاف. كنبقى مستمره في التحريك دائما نراها عندي مطفيه غير مع الحراره ديال الكاسرونه كنخلط. ملي كتبان لي الزبده دابت مزيان غادي نزيد دابا كاس ديال الكريمه السائله، غادي ناخذ هذه الكريمه غادي ندفيها وعاد غادي نزيدها، وهكذا ما غاديش تعذبني الكراميل في التخلاط وما غاديش تحجر. صافي بعد ما دفيت الكراميل كندفيها غير واحد شويه وغادي نبدا كنزيدها دابا على مراحل، كل مره غادي نزيد واحد شويه تقريبا واحد جوج معلقات كبار، كنبقى كنزيدهم هكا شويه بشويه وانا كنخلط حتى كتبان لي بانها دابت، وعاد كنرجع نزيد الكميه الاخرى. هكا كتخلط بكل سهوله وما كتحجرش الكراميل وكتكون الكراميل اللي ناجحه. راني مازال طافيه النار في هذه المرحله هذه وكنبقى كنحرك كيف ما كتشوفوا، راه كتبان بحال الا كتغلي كانها شاعله عليها النار، لان الكاسرونه كتبقى شاده السخونيه. هذاك الشيء علاش قلت لكم طفيو النار باش ما تحرقش الكراميل وما يتبدلش اللون ديالها، كيبقى واحد اللون فيها مفتوح ومزيان. صافي وهذه هي الكميه الاخيره ديال الكراميل كنزيدها دابا في مره واحده، غادي نخلطها مزيان وغادي نرجع نشعل عليها النار ونبقى مستمره في التحريك غير واحد جوج ديال الدقائق، ما نكثرولهاش في التحريك بزاف باش ما تيبسناش في الاخير، لانها كتكون خفيفه هكا ملي كتكون سخونه، وبعد ما كتبرد راه كتزيد تقل. وهنا غادي نزيد واحد رشيشه ديال الملح اللي كتكون ضروريه في الكراميل، وغادي نخلط مزيان. كتبقى كتغلي الكراميل بهذا الشكل هذا حتى كتولي كتبان تقلت واحد شويه صافي، وغادي نجيب الخلاط هنايا اولا هذا البلونجور اللي غادي نضرب به الكراميل. ما حدكم كتضربوا الكراميل اللون ديالها كيزيد يفتح وكتولي خاتره وكتولي ثقيله، فمن الاحسن انكم تضربوها بهذا البلونجور بحال هكذا، ولا ما كانش عندكم ديروا غير الطراب الكهربائي، اولا بقاو مستمرين في التحرك بخلاط يدوي حتى كتولي كتبان لكم بهذا الشكل هذا. غير هو هذا الخلاط كيخلي الكراميل تولي ثقيله وكيولي اللون ديالها مفتوح وكتنسجم مزيان. صافي بعد ما كملتها غادي نديرها دابا في قريعه وغادي نخليها كتبرد، راه مازال سخونه ومازال خفيفه، كل ما بردت كل ما كتقل وكتعقد وكتولي دايره بحال الكراميل اللي كتبع. وكيف ما لاحظتوا بالنسبه للكراميل راني مزدتها لا نكهه لا مذاق لا حتى شي حاجه، خليت المذاق ديال الكراميل فقط، بغيتوا تزيدوا شويه ديال الفاني كيبقى لكم الاختيار، انا فضلت انه يبقى فيها هذا المذاق ديال الكراميل، راه مازال دافيه الا كتلاحظوا مازال خفيفه واحد شويه. وهذه هي بعد ما بردت مزيان كيف ما كتلاحظوا راه كتنزل معلكه وكتنزل ثقيله. بالنسبه لهذا الكراميل ممكن تلصقوا بها الصابلي، كتوجدوا بها بزاف ديال الحلويات، كتكون هكا عندكم واجده في الدار كديروها في قريعه وكتخليوها في الثلاجه كل ما بغيتوها كل ما كتجبدوها. وكيف ما شفتوا راني وجدت معكم بها بزاف ديال الحلويات، وجدت بها معكم الحاله ديال الخشخاش واستعملتها في الحلويات ديال العيد. ممكن ترجعوا لهاد الفيديوهات وتشوفوا الشكل ديال الكراميل كيفاش داير، وحتى نتوما ما عليكم الا تتبعوا نفس الخطوات وتوجدوا الكراميل بنفسكم، غادي تحتاجوها في عده وصفات. وممكن ترجعوا لفيديوهات اخرى باش تشوفوا طرق اخرى لتحضير الكراميل حتى هي ناجحه وحتى هي اقتصاديه. ما تبخلوش عليا باللايك للفيديو وما تبخلوش عليا بالتعليق باش كتشجعوني، والا كنت اول مره كتزوروا القناه ديالي مرحبا بكم معايا، ديروا جوله في القناه ديالي غادي تلقاو حويجات اخرى اللي غادي تعجبكم. ما تنساوش ديروا اشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالي، والى اللقاء مع فيديو جديد، مع السلامه.